دي ده الهيب بون اهي، وادي الاوبتريتور فورامن متغطي باوبتريتور ممبرين طالع منها الماسل دي اللي اسمها اوبتريتور ايه اكسترنس، وهنا الانسرشن بتاعها ادي زي ما احنا شايفين اهي داخله هنا على الباك بتاع الني جوينت الهيب جوينت زي ما احنا شايفين، وجاي عشان تعمل انسرشن في التروكانتريك فوسا. فيبقى الاوريجن بتاعها from the outer surface of the obturator membrane، يعني هنا الاوبتريتور ممبرين طالعه من الاوتر سيرفيس اوف ذا اوبتريتور ممبرين، والادجوينينج مارجنز اوف ذا اوبتريتور فورامن، يعني هنا ده الاوبتريتور فورامن طالعه كمان من الادجوينينج مارجنز بتاعه الاوبتريتور ايه فورامن. الانسرشن بتاعها دي راح تعمل انسرشن في التروكانتريك ايه فوسا، هنا ده الجريتر تروكانتر على الميديال سيرفيس، هنا بنلاقي هنا تروكانتريك فوسا دي بتعمل انسرشن في التروكانتريك ايه فوسا. النيرف سبلاي بتاعها البوستيرور ديفيجن اوف ذا اوبتريتور نيرف. نيجي بعد كده الاكشن بتاعها دي لاترال روتيشن اوف ذا ساي من ضمن الماسلز اللي احنا بنقول عليهم السيكس لاترال روتيتورز ماسل، في عندي ستة ماسلز بيعملوا لاترال روتيشن في الساي، هنقولهم في الجلوتيال ريجون دي واحده منهم اللي هي بيسموها الاوبتريتور ايه